مواجهة المنتخب الوطني ونظيره الغامبي، وإن كانت شكلية حسابية لبلماضي وأشبله بعد أن حسموا تأهلهم مسبقا إلى المنافسة الإفريقية، إلى أنها رهان حقيقي ومحطة مهمة للناخب الوطني قبل الدخول في غمار كأس الأمم. وعلى ملعب مصطفى تشاكر بالبوليدة سيقف بلماضي على مدى جاهزية عناصر النخبة للكان المقبل، خاصة وأن التشكيلة عرفت تواجد عناصر جديدة على غرار لكحل بودوين عيجي لصيف ومحمد بن خماسة، والفرصة ستكون مواتية للناخب الوطني لترسيم قائمته النهائية المعنية بخوض المنافسة الإفريقية. الامتحان سيكون جديا بما أن المنافس لا يزال محافظا على حظوظه في التأهل، وسيسعى للعب كل أوراقه من أجل الخروج منتصرا، ما يجعل كتيبة الخضر أمام اختبار حقيقي سيظهر حتما مدى استعداد التشكيلة للمواعيد المقبلة، وما على الجميع إلا مضافرة الجهود من أجل خطف مكانة أساسية. موقعة غامبيا ستسهل مأمورية الناخب الوطني من أجل تعديل أوطاره وتجهيز التوليفة المناسبة التي من شأنها أن تحقق أهداف المنتخب في المحافل الدولية.